يتصاعد العنف بطريقة متزايدة في الآونة الأخيرة في عدة مدن سويدية وخاصة في مدينة مالمو، والحل ليس دائما أمنيا وليس دائما عن طريق تجديد القوانين، ولكن هناك حلول أخرى لا تقل أهمية عن هذا المنحى. لمناقشة موضوع مهم جدا، موضوع دور المؤسسات والقيادات الدينية في مكافحة الجريمة والعنف في أوساط الشباب، معنا في حلقة هذا اليوم من منتديات حسان موسى، الخبير بالشؤون الدينية وشؤون الأقليات. أهلا وسهلا بكم. أهلا أستاذ حسان. حبيبي الله يرضى عليك. أهلا وسهلا. مثل ما ذكرنا في المقدمة، العنف يتصاعد بشكل كبير، الحل ليس دائما حلا أمنيا أو حلا عن طريق تجديد القوانين، ولكن هناك حلول أخرى. يمكن أن يكون الحل موجود في الأسرة، يمكن أن يكون في الشارع، يمكن أن يكون في المدرسة، ولكن المؤسسات الدينية لها دور كبير. برأيك هذا الدور مفقود، معدوم، مجمد، له يعني عوائق أن يتفاعل؟ ما هي القضية في الصدد؟ الموضوع يحتاج إلى بسط وإلى شرح وإلى توضيح. الحقيقة هناك العشرات من أبنائنا ممن أخذت حياتهم غدرا وتألمت كثيرا من الأسر، هم أكثر مما نتصور بالعشرات في ريعان شبابهم. جاءتهم رصاصة طائشة في مطعم أو في شارع، شباب لم يتجاوزوا حتى 16 من عمري، وللأسف هذه الرصاصات الطائشة تحولت إلى قتل متعمد من خلال جريمة منظمة تقودها ذئاب منفردة هنا وهناك. أنا الحقيقة كنت في زيارة لمدينة مالمو والتقيت مع بعض القيادات الدينية ومع بعض الذين يهتمون بهذا الشأن. اكتشفت الآتي: أولا، هناك ضعف لدى بعض المؤسسات والقيادات الدينية في التصدي لهذا الأمر ومعالجته، ومن خلال الخطاب الديني أو من خلال البرامج التربوية أو الثقافية. ثانيا، هناك تقهقر في الأولويات لدى هذه الجمعيات الدينية والقيادات الدينية في معالجة مثل هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الجريمة المنظمة. ثالثا، وهو الأخطر، أن هذه الجمعيات لا تملك استراتيجية، الجمعيات الدينية والقيادات لا تملك استراتيجية مبنية على إحصائيات ودراسات في علوم الإجرام والسوسيولوجيا وكذلك في الجوانب الاجتماعية، وكذلك في دراسة حيثيات هذه الجرائم. كذلك مما لاحظته أنه هناك غياب للأسرة في كثير من هذه الأحداث وهذه الجرائم عندما تقرأها قراءة متأنية. موضوع الأسرة موضوع آخر سنبحث في برامج أخرى، ولكن أنا أريد أن أناقش معك موضوع بشكل خاص، يعني موضوع دور المؤسسات والقيادات الدينية، وهو دور كما يبدو مفقود، مع أنه دور له المفروض أن يكون له تأثير كبير، خاصة ب يعني ما بعرف بالجوامع، بالمساجد، بالكنائس، بأي مكان، أينما كان. هل يعني يتم التطرق لهذا الموضوع؟ هل يتم توجيه نوع من الخطاب للأب، خاصة للأب، حول تربية أبنائهم؟ أنا أعتقد هناك خطاب في أيام الجمعة وكذلك أيام الأحد في الكنائس لرواد هذه دور العبادة، لكن هو لا يرتقي إلى مستوى الأحداث التي تحدث في السويد. واحد. اثنين، وهو الأخطر، أننا نحن نخاطب أقلية لا تتجاوز 5% أو 7%. نحن لم نستطع الخروج إلى الشارع والاحتكاك بهؤلاء الشباب أو بهذه الأسر أو الوصول إلى هذه العائلات وإلى هذه الفضاءات. لماذا لا؟ لأننا متقوقعون، لأننا نعيش في إطار مؤسساتي ضيق فقط نعتمد فيه على رواد المساجد والكنائس. لم نستطع الخروج والانبثاث في وسط هذه الجالية وهذه الأقلية. معظم الذين توفوا بهذه الأحداث الأليمة
للأسف لم نصل إليهم أو لم نتواصل معهم، شباب صغار في ريعان الشباب. يعني ما بالضرورة أنك توصل لهم مباشرة، أنت ممكن توصل لهم عن طريق الأب، عن طريق العائلة، عن طريق المجتمع. يعني المؤسسة الدينية لها دور كبير في مجتمعاتنا الشرقية، وهي مسموعة ولها احترام، والمفروض لها يكون دور وتأثير معنوي على توجيه الناس على مسألة. يعني لماذا نحن نقيد مسألة الحلال والحرام بأمور ممكن أن تكون ثانوية، ونتغاضى عن الأمور اللي هي بالفعل المفروض تكون حرام ومن المحرمات؟ سؤالك مهم كثير. أولا، غياب الرؤية لدى كثير من القيادات الدينية والأئمة وبعض رجال الدين في الطائفة الإسلامية والمسيحية. اثنين، وهو الأخطر، هو أننا لم نعي خطورة هذا الأمر، حيث أن الجريمة المنظمة في غياب يعني متابعة يومية ومتابعة ميدانية أصبحت تستشري في المجتمع. 38 قتيل من الشباب هو رقم وناقوس خطر. نحن في كثير من الحين نمر عليها مرور الكرام في خطبة، أي نعم، في نمر عليها مرور الكرام ولا نتوقف عندها، ولكن هي أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد السلم والاستقرار وتهدد أصلا المجتمع، خاصة في منطقة الجنوب، في منطقة مالمو ويوتوبوري وكذلك في ستوكهولم. تأثيرات كبيرة حتى على صعود اليمين. هي تقدم رسالة سلبية إلى المجتمع أن هناك آفة في المجتمع وقادمة من أغراب، حيث أن معظم القتلى هم ممن أصولهم قادمة من الشرق الأوسط أو من شمال إفريقيا أو من العالم العربي أو الإسلامي. هي رسالة سلبية إلى اليمين المتطرف ليزمجر ويمارس سلفه ويستغل هذه الأحداث لينمو ويكبر وينشر ثقافة الفوبيا بين مكونات المجتمع. هي رسالة كذلك سلبية إلى الشرطة، حيث أنهم أصبحوا يعانون من عجز وعدم قدرة على التعامل مع هذه الآفة، حيث الآن يطالبون بزيادة ميزانياتهم، بزيادة عددهم، بالتعاون مع القيادات الدينية، بفتح حوار مجتمعي، لأن الأمر أصبح خطير، والذي لا يدرك هذا يا إما أنه يطمس رأسه في الرمل أو أنه لا يرى بعيونه رمد. الأمر خطير أيها المشاهد أيها المتابع. 38 قتيل في ظرف هذه المدة الوجيزة من هذه السنة هو ناقوس خطر، كلهم أطفال صغار وشباب لم يتجاوزوا 20 من عمرهم، يقتلون في وضح النهار في مطاعم في شوارع في سيارات، يطلق عليهم الرصاص بدم بارد. طب أنت يعني كيف ترى دور المؤسسات الدينية والقيادات الدينية، الدور المفقود يعني بشكل محدد؟ ماذا تستطيع المؤسسات الدينية أن تفعله ولن أو لم تفعله سابقا؟ أولا، أن ترتقي بخطابها المسجدي والكنسي إلى مستوى هذه الأحداث، وأن يتكرر الحديث حول هذا للأباء والأمهات والأسر، على أن يهتموا بأبنائهم وفلذات أكبادهم. ثانيا، لابد أن تتوقف هذه المؤسسات عن الاهتمام بالشأن السياسي وعالمنا العربي، باستثناء الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وهي قضية مشتركة بين الجميع. ما عدا ذلك هي قضايا سياسية خلافية، فبدل أن نبذل فيها الجهد، أن نبذل الجهد في برامج ومناشط تستوعب هؤلاء الشباب. ثالثا، لابد من إيجاد آليات حديثة ومحدثة للتعامل مع هؤلاء الشباب، وعدم الاكتفاء بالطرق الطرائق التقليدية الكلاسيكية في التعامل. كذلك على الأباء أن يقوموا بمسؤولية من خلال التواصل مع هذه القيادات الدينية والمؤسسات الدينية لمعرفة ما هي الطرائق كذا. شو المانع أن تكون هناك ندوات، مؤتمرات، دورات تدريبية للقيادات الدينية في كيفية التعامل مع الجريمة والجريمة المنظمة؟ ما المانع أن يفتح حوار مجتمعي بدون طابوهات، وعلينا ألا نضع رؤوسنا في الرمل وأن نتحدث بصراحة أننا كأقليات أصبحنا نشعر المجتمع السويدي بأننا نشكل خطرا أو نشكل خطورة على الأمن والاستقرار. طب برأيك، خلينا يعني ناخذ الجمعيات الإسلامية تحديدا. نعم، الجمعيات والمؤسسات الدينية الإسلامية هل لها نفس الرؤية، نفس الخطاب؟ هل تعتقد أن جميع هذه الجمعيات والمؤسسات إلى حد ما
متوافقة أو تتوافق مع قيم المجتمع السويدي بشكل أو بآخر، ولا يوجد تناقض، وهذا التناقض يمكن أن يسبب شرخ، وهذا الشرخ هو الذي قد يؤدي إلى موضوع تشجيع الشباب على أو على الأقل عدم يعني غياب الدور المؤسسة الدينية في مكافحة العنف في أوساط الشباب. للأسف دكتور محمود أنا أقول لك بصراحة، الجمعيات الإسلامية تتفاوت في الفهم والإدراك والممارسة والسلوك. هناك جمعيات تحاول أن تبذل جهدا من خلال عمل منظم حزبي في كثير من الأحيان لإرسال رسالة لهؤلاء الشباب، وهذا الحقيقة لم ينتج ما تتمنه هذه المؤسسة، وإن حقق بعض النجاحات هنا وهناك، لكنه لم يحقق ذلك الاختراق في جيل الشباب الذي يؤدي إلى حمايته من الأفكار المتطرفة والجريمة المنظمة. هناك جمعيات أصلا خارج مجال التغطية، هي تعيش في القرن الثاني والثالث الهجري من خلال طرح لاهوتي، طرح متجمد، طرح بعيدا عن الواقع. هناك بعض الجمعيات أصلا ترفض الاندماج وتعتبر الاندماج خروجا عن الدين، وتعتبر من يتكلم مثلي إنسانا منبطحا أو إنسانا متساهلا أو إنسانا بعيدا عن فهم الدين الحقيقي. هذا النوع من الجمعيات لهم أتباع، لهم نعم رواد يأتون نعم. إلى المسجد. برأيك يعني الآباء آباءها يعني هم لهم بالتالي أطفال ومراهقين وشبان، إذا الأب غير مندمج فما بالك الابن، كيف ينعكس ذلك على الأبناء؟ ينعكس سلبا، لأنه أنت أولا الدين ليس مظهرا وشكلا، وإنما هو سلوك وممارسة، هو رحمة وتسامح وقبول بالآخر، هو تعاون وتآزر وتضامن في من خلال مكونات المجتمع. أنا عندما أنقل إلى ابني نظرة سلبية تجاه المجتمع، عندما أنقل إلى ابني نظرة تكفيرية للمجتمع، عندما فقط أقوم في بيتي على مبدأ الطابوهات، حرام 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 حرام، عندما أزجر ابني لأسباب تافهة وأسكت عن أشياء أخرى، أي أنه إذا سرق من المجتمع وتحايل أسكت، وإذا فعل شيئا يخالف معتقدي أقوم ولا أقعد، هذا يؤدي إلى بناء شخصية لديها ازدواجية في الممارسة والسلوك، وتفقد هذه الشخصية هويتها. عندما يختلط هذا الطفل وهذا الشاب بعد ذلك بالمجتمع يعيش حالة انفصام بين هويته التي تعلمها في البيت القائمة على التشدد والغلو في بعض الأحيان أو الميوعة والتسيب، وبين مجتمع تتصارع فيه الأفكار وتتدافع. لهذا نحن بحاجة دكتور إلى شخصية منسجمة متوازنة وسطية تحافظ على هويتها ولكن تندمج. لا يمكن أن نبقى فقط نحن نناقش موضوع الحجاب وموضوع اللحية وموضوع الجيلاتين وموضوع الحلال والحرام، هذه أشياء مفيدة وجيدة ولا بد أن نعلمها إلى أبنائنا وفق معتقداتنا وحسب كل عقيدة، اليهودي يعلم حسب عقيدته والمسيحي يعلم، هذا لا خلاف عليه بين مكونات المجتمع، ولكن أن تستغرقنا هذه القضايا على حساب هذه الجريمة المنظمة وهذا التطرف وهذا العنف وهذا الانحراف والتسيب المدرسي والفشل في الحياة الاجتماعية، وإعطاء صورة سيئة 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 عن الدين وعن القيم، ماذا يفيدني إذا كنت تقيا صالحا لنفسك عابدا زاهدا لكنك في المجتمع خاملا سلبيا تسكت عن الجريمة أو تشجعها أو تتغاضى عنها الطرف؟ هل يتم استغلال المكون الديني ككيان واحترام من قبل السلطات السويدية يعني خلينا أقول لك لمكافحة العنف، لإعطاء أمثلة جيدة؟ لأنه يمكن الشيخ أو رجل الدين يسمع، نعم يعني له مكانة معينة خاصة بين شباب صغار. هل السلطات السويدية تستغل بعض أو يعني مش لا تستغل بمعنى الاستغلال، تستفيد أو تستخدم بعض الرموز الدينية والمؤسسات الدينية لمكافحة الجريمة، وعلى أي مستويات يعني؟ أعتقد أن الشرطة
وبعض المتخصصين في مكافحة الإجرام وصلوا إلى قناعة أن الجانب الديني هو جزء أصيل ومتأصل في معالجة هذه الظاهرة وهي الجريمة المنظمة، كما هو جزء أساسي في معالجة التطرف والأمن الفكري. أعتقد أن الشرطة بدأت تمارس انفتاحا كبيرا على القيادات الدينية، هناك تواصل خاصة في مدينة مالمو. كيف يتم اختيار؟ ما هي المعايير أنه هذا الشيخ يصلح لهذه المهمة أو هذا الشيخ لا يصلح؟ أولا، أو هذه المؤسسة قابلة للتعاون أو هذه المؤسسة غير قابلة؟ أعتقد أن الشرطة تدرك وتعرف من خلال الاستعلامات والمعلومات من هم الشخصيات الذين يعتبرون نيكل بيرشون يعني مفاتيح لهذا الأمر. ثانيا، هم يعرفون قدرات هؤلاء الشيوخ، لأنه في الأخير الشرطة لديها وسائل وطرائق تستعملها لمعرفة. ثالثا، قدرة هؤلاء الأشخاص على فهم الجريمة، لأنه ليس كل شيخ أو رجل دين أو قيادي مدرك لما يسمى بمفهوم الجريمة والجريمة المنظمة وعنده إلمام. هؤلاء الشباب صغار مراهقين، هؤلاء شباب لديهم نظرة للمجتمع سلبية، هؤلاء يعتدون بأنفسهم ويعتزون، أنت بحاجة إلى أن تخاطبهم وتثمن فيهم الاعتزاز مع محاولة التجديد. أعتقد الشرطة لا تتعامل مع كل الأئمة ولا تنفتح على كل القيادات، هي تستفيد من الكل، ولكن عندما يجد الجد هي تختار مجموعة من الشخصيات الاعتبارية التي يمكن أن تؤثر ويمكن أن توصل الرسالة للآباء. هل كنت أنت في موقف من هذه المواقف؟ نعم نعم نعم. أين نعم. وكيف والله نحن نبذل جهدا مع المؤسسات الأمنية هنا وهناك، نحاول أن نتواصل معهم، نحاول أن نتواصل معهم. قمتم بزيارة سجون مثلا؟ يمكن إعفائي من هذه الأسئلة يعني، ولكن وقع تواصل مع بعض ممن المجتمع يعني وقع تواصل واتصال بالجهات التي تعمل في هذا المجال، وحاولنا أن نقدم آراءنا وأفكارنا وخواراتنا وقدمنا نصائح أنا وغيري من الشخصيات الدينية، وأعتقد الشرطة مهتمة وسوف يتوسع الأمر من منطقة مالمو إلى مناطق أخرى. حسب متابعاتنا الإعلامية يعني في مشكلة محددة في الجريمة خاصة بين الشباب، هي مسألة عدم التعاون مع الشرطة. يعني ممكن أن تحدث جريمة أمام شخص وهو يعرف من الجاني ويعرف من وراء الجريمة إجمالا وظروفها وأسبابها، ولكن لا يتم التعاون مع الشرطة، وهذا مشكل كبير. صح، هذا جزء يمكن من ثقافة الجريمة المنظمة، ثقافة الجريمة المنظمة، ولها أيضا جذور بتصور شرقية، أنه عدم الوشاي، عدم ال... نعم. ولكن هل الدين يمكن أن يعني يعطي تحليل أنه إيجابي، أنه بالعكس أنت لما بتتعامل مع شرطة البلد أنت تحمي المجتمع، وبالتالي الدين ينظر إليك نظرة إيجابية عندما تتعاون مع الشرطة، وليس نظرة سلبية. أنك طبعا نحن أخذينا من بلادنا هاي، إنه واحد بيقولوا عنه عوايني مثلا، ما بعرف هاي الكلمة يعني معروف، جاسوس يتجسس أو إنه بيتعامل تيبسر. أيوة بيتعامل مع الشرطة، ولكن الأمور هون تختلف. يعني السويدي يتعاون لأنه بده يحافظ على، طبعا مش الكل أكيد، ولكن الهدف هو الحفاظ على هذا المجتمع. الشرطة بالمفهوم العام أنها تحفظ الأمن، وليست مسلطة من قبل ديكتاتور ولا من قبل نظام. صح. معين ولا من قبل توجه معين، وليس عندها أجندات دينية أو سياسية معينة، وبالتالي التعاون مع الشرطة هو واجب. هل تقوم المؤسسات الدينية ورجال الدين بإيصال هذه المعلومة المهمة للشباب غير المتعاونين مع الشرطة؟ المشكلة ربما لا أكشف سرا إذا قلت لك أمرا. الشرطة عندما كانت تتعامل مع الجريمة المنظمة كانت لديها رؤوس، فتستطيع الشرطة أن تتواصل بسرعة مع هؤلاء لمعرفة الجاني، لمعرفة أسباب الجريمة بطرق وطرائق تعرفها الشرطة والأجهزة الأمنية. الآن هناك مشكلة خطيرة جدا 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 في السويد، وهم أولئك شباب صغار لم يتجاوز 16 من عمرهم، أو ما يسمى بثقافة الذئاب المنفردة. هي مجموعات تتكون من 2-3. هؤلاء شباب قصر لا يخضعون لحكم الراشدين في القانون. هؤلاء يقومون بعمل من خلال استغلال جهات أكبر،
جهاتك وهم يتوزعون هنا وهناك. مثلا يكون في السيارة، يكون في السيارة معه المسدس، الكبير ليس معه مسدس وهو يسوق السيارة، الشاب الصغير معه المسدس، عندما توقفهم الشرطة يسألون لمن هذا المسدس، فيقول ليس لي، اسألوا هذا الشاب، فيسأله فالشاب يقول لي، ولكن الحقيقة هذا الشاب لا، هذا المسدس لا يستعمل من هذا الشاب، سوف يستعمل من الكبير. ثانيا ثقافة الشرق الأوسط، أنني يعني رجولة ومرجلة، أنني لا أوشي، الخوف والتهديد كذلك، ثم الإغراء المالي، لا أريد أن أدخل في تفاصيل حتى لا أعلم، هذا أوجد مشكلة لدى الشرطة، لأنهم ليسوا كبار، شباب صغار، شباب مراهقين، القانون لا يخدم الشرطة كثيرا في التحقيقات، فيؤخذ المسدس من الصغير ليستعمل ضد الكبير، ثم يعاد إلى الصغير ويلتزم الصغير بالصمت، وهذا الذي حير الشرطة. هنا يجب على القيادات الدينية ورجال الدين أن يتدخلوا، أولا إفهام هؤلاء الشباب أن هذه روح وأنه دينا وخلقا لا يجوز، ثانيا أنك أنت اليوم شاهد على القتل، بكرة قد يكون غيرك شاهدا على قتلك، أن الرصاصة إذا انطلقت لا تتوقف، وهكذا الرصاص إذا انطلق ما بيتوقف. المسألة الثالثة، أنت حتنحرم من أهلك وأبوك وأمك، أنت حتخرج في نظر المجتمع إنسان مشوه. طيب أوكي أنت قد تستفيد من 10,000 50,000 70,000 عندما تكبر، تشترى لك سيارة عن طريق أو تحول لك عن طريق السويش أموال، ولكن في الأخير أنت سوف تدفع ثمنا في مستقبلك في حياتك، سوف تعيش صور القتل والدماء وهذا يؤثر عليك نفسيا. هذه الرسالة العاطفية التي يمكن أن تتحدث مع بها مع هؤلاء المراهقين، مع أخذ الحذر في ثلاثة أمور، أن هؤلاء قاموا قد عمل على غسل دماغهم من بعض القيادات الجارمة المنظمة، ثانيا أنهم أغروا بالمال كثيرا، أغروا بالمال وأعطوا مالا كثيرا، ثالثا أنهم بعضهم دخلوا في نفق مظلم يحتاجوا إلى جهد كبير، ولهذا على من يتحدث معهم أن يكون مسلحا بالفهم، فهم الدين والقيم والتسامح، يعني الدين والأخلاق، يعني الأخلاق، وكذلك يكون عنده قدرة على الإقناع، لأنه في الأخير يعني شاب صغير أخلاقية، يعني أي نعم، لا تركز على الحلال والحرام، لا تركز على البعد الأخلاقي القيمي الأسري، أن أمك تنتظرك، والدك ينتظرك، إخوانك ينتظرك، لابد أن تقرأ الأسرة قبل أن تتحدث معه، أنت تقرأ أسرته، من هو أحب الناس إليه، أنه سوف يحرم منه، ما هي الأشياء التي يتمناها وسوف يحرم منها، أنت هنا لابد أن تعالجه، تتكلم معه بروح الدين ولكن عن القيم الأخلاقية. بتمنى أكون وصلت الرسالة يعني يا دكتور. شكرا. مع التحفظ شيء طبيعي، الموضوع ليس سهلا، الموضوع ليس سهلا ويحتاج إلى عدة جلسات حوارية ومع عدة أطراف، ونحن كجهة إعلامية سنحاول استضافة وفتحت المجال لفتح نقاشات كبيرة حول هذا الموضوع. إن سمحت لي بس بكلمة، أنا أطالب الأباء، أنا أب أطالب الأباء أن يهتموا بأبنائهم، أن يهتموا بفلذات كبداتهم، أن يسألوا، أن يتساءلوا، أطالب المدارس التي تسمى بين قوسين بأنها مدارس عربية إسلامية أن تهتم بهذا الجيل، ألا تفكر فقط في توفير الميزانيات واختلاس الأموال والسرقة في بعض الأحيان وتقديم صورة سيئة. أكيد هناك مدارس ناجحة عربية إسلامية، أكيد هناك مؤسسات تشتغل ولا ينكر ذلك إلا من في عينها رمد، ولكن هؤلاء أبناء علينا أن نهتم بهم، لابد أن نفكر أن هناك يمين صاعد وانتخابات قادمة، وعلينا ألا نبكي بعد فوات الأوان. شكرا لك حسان موسى الخبير في الشؤون الدينية وشؤون الأقليات، ومثل ما قلنا سابقا سنحاول التركيز على هذا الموضوع من عدة جوانب في مواد وحلقات. شكرا. وبرامج أخرى، والشكر لكم أعزائنا المتابعين، وإلى اللقاء في حلقات أخرى. إلى اللقاء.